هو ليه كان في انتشار كده لبعض الاشاعات الفتره اللي فاتت ان فيتوريا جاله اكثر من عرض وهو قبل العرض السعودي والكلام اللي زي ده، وبعدين الله، طلع تصريح لا حتى انت انت يا بتتكلمي فيتوريا بجد؟ ده كده كانت قالت ده احنا الثلاثه اخر ناس ما رحوش ما لسه رحناش. السعوديه، خلي بالك. لا لا ايه بس الكلام ده؟ طلع بعد كده نفى الكلام ده اوكي، وقال لا هو نفى طلع نفى وقال لا ما جاش اي عرض رسمي على ومكمل فكره يعني ده لا طبيعي يلهو في الرحيل. ومشروع، يعني ده طبيعي. مدرب نادي شايف مدرب مع منتخب زي منتخب مصر ناجح وفاهم وبيعمل نتائج كويسه، طبيعي ان انا كنادي يعني ده حق شرعي ان انا اقدم له عرض وكده، هو يقبل او ما يقبلش دي قصه ترجع له هو يعني. لكن يعني هو وكيل اعماله نفى، قال بس ان كل حاجة تروح ما السعودية جاياش يعني العالم يعني السعوديه. العالم هيبقى فيه مين؟ احدى الصحف الدنيا كده هتفضى في اوروبا الفتره الجايه، خلي احدى بالك. الصحف البريطانيه كانت كاتبه عنوان كده امبارح شفته، يعني يعني معناه انه السعوديه تهدد الدوري الانجليزي. يعني ما هي هو لسه ولسه طبعا في صفقات تانية الصندوق يعني. الاستثمار هناك، انت بتكلم حضرتك الخناقه كلها دلوقتي ما بين على مبابي، ما بين الهلال السعودي وبرشلونه وريال مدريد. يعني حضرتك يعني تخيل، مع كل الاحترام لنادي الهلال والتاريخ والدوري، داخل في خناقه مع اكبر ناديين طبعا في العالم يعني خاطر طبعا مبابي. وبعدين الصحف هناك بتتحدث عن الدوري السعودي بعد كده هو هيبقى مناره ولا ما اعرفش مهد الانديه او النجوم الكبار، كريستيانو رونالدو، بنزيما، كانتي، ساديو لسه ماني اهو. ساديو ماني، ادوارد مندي، اسماء كبيره واسماء لامعه الحقيقه. انا عن نفسي لم اكن اتخيل ان هي طبعا ولا اي تبقى، حد وحاولوا حتى مع ميسي، ميسي لكن ميسي عشان خاطر علاقته ب انا حاسه هيندم، بيكهام، ولا حاسه لا قدام لا هيندم. هو كمان شريك معاه في النادي هناك وفي بيزنس وحاجات من دي، فراح امريكا. لكن الحقيقه طبعا يعني نادي سعودي بيتكلم مع روي فيتوريا امر طبيعي. بقول لحضرتك هو بيكلم مبابي وعرض عليه فلوس تصل الى 600 مليون يورو في ده السنه دي، اعلى اعلى عرض رقم، رقم وبتتكلم في خرافي موسم واحد رقم كمان خرافي. مش والناحيه الثانيه الناس بتوع باريس سان جيرمان، الصحف هناك بتتكلم على انه قرروا يرفعوا قضيه ضد ريال مدريد عشان خاطر تفاوض مع مبابي في فتره غير مسموح بيها اثناء سريان عقده، مبابي منقطع عن التدريبات وممكن ما يبداش معاهم الدوري اول مباراه هترسم هناك، مشكلته على ايه والخناقه في كده رايك؟ غريبه قوي ومش مفهومه. هو تقريبا مريح دماغه الراجل وواخد بيعمل يعني طالع بيصيف او ما اعرفش ايه ومريح استجمام، دماغه، استجمام. بيستجم في مكانه ومريح دماغه من القصص رأيك دي. هتنتهي المشكلة دي أو المعضلة دي على إيه؟ انا اتصور ان هو هيجدد لباريس سان، ياه، اعتقد كده. برغم التخبيط المتبادل والتلقيح المتبادل بينه وبين رئيس النادي الفترة اللي فاتت كلها؟ ممكن يحصل نوع، لانه في صحف بدأت تتكلم انه في اطراف بتحاول تسعى ان هو يعني مصالحة يعني. مصالحة ويبقى في هدنة وما في يعني لم الشمل زي ما بيقولوا، خاصة ان مبابي الحقيقة من النجوم يعني الكبيرة والناس المؤثرة لفريق زي باريس سان جيرمان. لو مش اعتقد هيتأثر فريق الفريق الفرنسي، وبالتالي هم عارفين قدر وقيمه مبابي كويس، ومبابي ايضا يعرف انه فريق باريس سان جيرمان دلوقتي بيصنف من اكبر واقوى لا بس واعرق هو عايز الفرق يروح ريال في مدريد، دي معروفه يعني، بي اس جي مش اوروبا. لا احيانا القناعات مش هو ده اللي يعني حسب طبعا يعني قراءاتي يعني مش بيدور على ان هو يكمل في بي اس جي، هو نفسه يروح ريال مدريد من زمان كمان يعني. بص حضرتك لو هيروح يبقى يروح فري، يعني ما هو هيفضل ده الكلام يماطل. اللي كان داير بقى، ان ما هو يفضل ده يماطل الصراع الخفي ما بينه وما بين النادي، فكرة انه ينتقل مجانا ولا يستنى وياخد ولا مكافأة يروح الولاء موسم للهلال ب 600 تقريبا مثلا. مليون هو يورو معاه.